كلمة لسيد نائب مصطفى الشناوي. السلام عليكم السيد الرئيس المحترم السيد الوزير السادة السادة النواب. 50 ثانية على كل حال، سنصوت بالإيجاب على مشاريع القوانين أولا، وسأغتنم ما لدي من وقت لأعيد طرح نفس المسألة. أنا بغيت غير نفهم شنو هو المنطق السائد لتوزيع يعني المجال الزمني، مرة ساعة ونص دقيقة، 37 دقيقة 50 ثانية. كذلك أنا بغيت نفهم مع احترامي للأخوات والإخوان والأصدقاء ديال الفريق الاستقلالي، الدستور والنظام الداخلي يتكلموا عن المعارضة والأغلبية، ولكن في إطار يعني المرونة تعطى الكلمة دائما للفريق الاستقلالي، احنا ما عندناش مشكل بالعكس، ولكن هذه المرونة يجب التعامل بها مع الجميع. استمعوا إلى حدود الآن، لا النظام الداخلي ولا ما مقتضى الدستور لا تطبق، ليست لنا لا إمكانيات باش نشتغلوا. واش إلى هذا الحد يزعجكم الرأي الآخر؟ النظام الداخلي الجديد المصادقة عليه يتكلم عن الإمكانيات. اسمح لي. شكرا سيد النائب.